اكتشفت معلومات أن الشاهد الوحيد على جريمة شيماء جمال يدعى حسين محمد إبراهيم الغربلي، وهو صديق للزوج القاتل منذ 11 عاما ويعمل بالمقاولات. كما تبين أن المستشار زوج المذيعة طلب من صديقه مساعدته في استئجار مزرعة كي يقوم باستغلالها في تربية الخيول وذبح الأضاحي، خاصة مع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك. فقام الصديق بالفعل باستئجار المزرعة وتولى عمليات تجهيزها وتشطيبها. ووفق المعلومات، فقد حضر القاضي وزوجته المذيعة للمزرعة يوم الحادث، حيث وعدها بنقل ملكيتها لها، غير أن مشادة كلامية وقعت بينهما إثر حديث حول تسوية أمور مالية وقانونية وتعاملات أخرى، تطورت لملاسنات وتبادل السباب بألفاظ صدمت الصديق الذي فوجئ بالزوج يمسك بسلاحه الناري ويضرب زوجته على رأسها بثلاث ضربات ثم يخنقها حتى لفظت أنفها.